أفاد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أفاد بوقوع قتلى من المدنيين في انفجار استهدف تجمعا لقياديين في حكومة حركة طالبان بالعاصمة الأفغانية كابل. أشارت تقارير أفغانية إلى أن التفجير استهدف عزاء لوالدة القيادي في طالبان ووكيل وزارة الإعلام والثقافة ذبيح الله مجاهد. للمزيد عن الموضوع انضم إلينا من كابل موفدنا إلى هناك يعقوب باهدة. يعقوب، إذن هل اتضحت أكثر صورة ما حدث في هذا التفجير؟ نعم يوسف، طبيعة الهجوم لم يكشف عنها بعد. بعض المصادر تقول إنه شخص انتحاري فجر نفسه، لكن مصادر في طالبان تقول إنها قنبلة ناسفة، لكن وقعها كان شديدا. بخصوص الحصيلة، قبل قليل بلغنا أن القتلى 8 قتلى على الأقل وأكثر من 20 مصابا. هذه اللحظات بالذات بلغنا أن حصيلة القتلى ازدادت إلى 12 قتيلا وما لا يقل عن 32 مصابا. هذا يعني أن الحصيلة الإجمالية للقتلى والمصابين ليست نهائية وهي في تزايد، لا سيما وأن الإسعاف والجهات الصحية والجهات الحكومية التابعة لطالبان لا تعطي معلومات دقيقة، ويبدو أن الهجوم أحدث حالة من الارتباك وحالة من الفوضى في محيط الهجوم أدت إلى العشوائية في إحصاء المصابين. شهود عيان أكدوا منذ البداية أن القتلى 10. ذبيح الله مجاهد تحدث عن مجموعة من القتلى الداخلية التابعة لطالبان، المتحدث باسمها تحدث لاحقا قال إنه إن, إن, إن القتلى 2 فقط وأربعة مصابين. يبدو أنه هجوم كبير يا يوسف، ويبدو أن داعش فعلا استهدف وخطط له بقوة لاستهداف قيادات طالبان، وحتى الآن لا معلومات مؤكدة بشأن إن كان من بين الضحايا قيادات أو أعضاء طالبان. شكرا جزيلا لك موفدنا إلى كابل يعقوب باهده.